أكدت إثيوبيا أنها بعثت إلى مصر والسودان بمبادرة جديدة بشأن سد النهضة، وأعلنت الخارجية الإثيوبية في بيان أن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي دعا في رسالتين وجههما لنظيريه المصري والسوداني إلى تعيين منسقين أو مشغلين معنيين بملف سد النهضة بغية تبادل البيانات بين الدول الثلاثة قبل المرحلة الثانية من ملئه المقرر تنفيذها في يوليو وأغسطس القادمين. وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي بناء على التوافق الذي تم التوصل إليه بشأن جدول الملئ الذي أعدته مجموعة البحث العلمي الوطني المستقلة التي تضم خبراء من الدول الثلاث. وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن تعيين المنسقين على وجه السرعة سيسرع من الترتيبات في مجال تبادل البيانات وإجراءات بناء الثقة حتى إتمام المفاوضات بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.